لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا بهلي دور به بشر والفقيه المشهر والعلوي الأبرار من بهم عالي زان. لا إله بهلي عينة اليوم ما كماهم في الكوم، وإن بدا مني لوم يطلب للغفران. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، بالحسن بن صالح بحر نوره طافح، لا تكون لي فضيح يا صمد يا منان. لا إله إلا الله، مثل شيخ المشهد ابن ناصر أحمد وأبيه ثم الجد للمعالي لهم شان. لا إله إلا الله، جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب، وبفرح يعقوب حين زالت الأحزان. لا إله إلا الله، ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم، فإن جودك قد عام انسى خلقك والجان. لا إله إلا الله، لا ودروس القرآن واجتماع الإخوان لدعاء الرحمن سرهم والإعلان. لا إله
الحبيب المحضر قائما بالأسحار قائلا يا غفار جد لنا بالغفران. ولنا الكل اجمع ولمن لك ضراع طالبا للإحسان. لمن خسوا بالإصرى وذوي طرى في جميع الأزمان. النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وأزواجه وأمهات المؤمنين وأهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحابه المتابعين وجميع عباد الله الصالحين، ثم إلى أرواح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى والحبيب وسيدنا الوهاب إلى بن أحمد وسيدنا أستاذ العلم الفقيه المقدم محمد بن أبي علوي وسيدنا محمد بن أبي الدويلة وابنه المقدم ثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف والحبيب عبد الله بن أبو العيدروس وابنه الحبيب أبو بكر بن عبد الله العيدروس العلمي وسيدنا الإمام فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم أخيه عاقل بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الحبسي صاحب الزعيم والحبيب عبد الرحمن بن محمد الجفري من العرش والحبيب يوسف بن أبي الحزني، ثم إلى روح قطب الأنفاس الحبيب من عبد الرحمن باص علي بارس، وثم إلى روح قطب الأرشاد وغوث العباد والبلاد الإمام الحبيب الله بن عبد الحداد، وثم إلى رجل حبيبنا حازم بن سالم البحر والآرف بن القطب العالي بن محمد العبشي والحبيب الله بن مسلم ظاهر وقطب الحبيب أبو بكر محمد السقاف والحبيب صالح بن محمد عمد والهوذن أبن عبو قل عادروس والحزقاف وجعوا وإلى جميع سادتنا السوفين ما كان وزروه المشال من غاربها خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني قصص الله سره وشيخ الإمام حرس أبو الحسن الأشادري قصص الله سره وعاصم فريهم وجميع ساداتنا الأولياء إلى تسعة والأولياء إلى في هذا البلد وحزي هذه البلد وسلحائها، ثم إلى صاحب مولد سمد الدور الحبيب علي بن محبجي ووالدي أولادي وزوجي ومشيه وتلامذتي وعاصم فريهم وإلى روح والدنا وذوي الحق علينا ومن من كان سفي سابقا حاضرا معنا في هذا المجلس الشريف وأموات هذا البلد من المسلمين والمسلمات الخسر والروس إلى صاحب الحال الحبيب حاتم بن صالح البحر، أن الله يتقبل من أحسنهم ويتجاوز عن موسعهم ويدخلهم مسكينا في بركة محسنينها وأسنا في بركة طاعينا، وأن الله يتغشهم برحمة المغفرة ويقسم لهم بفرحة بهذه الليلة وخيرها وسرها ومدادها ويدخل في قبور بروح وريحان والفسحة والعمان والمغفرة والرضوان ويجعل سكناهم الجنان، وأن الله يرزقنا كمال المتابعة لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأعمال والنيات والعادات والعبادات، وأن الله يجعل عملنا منطوية في أعماله ونيتنا في نيته وتوجهاتنا في توجهاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن الله يبارك لنا في أوليائنا وسلحائنا وعلمائنا ويقسم لنا بحد وافر من معرفة العارف وقرب المقرب وصدق الصادق، وأن الله يدخلنا في شفاعة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يقطعون عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك،
ويجعلنا وأولادنا وإخواننا وأحبابنا قرة عين لحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويجعلنا من حزبه ومن أهل حضرته، ويرزقنا القرب والمشي على طريقته، وأن الله بجاهه يكتبنا وإياكم من البارين بالوالدين الواصلين الأقربين، ويبلغهم مننا كل ما يسرهم، وأن الله يبارك في أولادنا ويحفظهم ولا يضرهم ويرزقنا برهم، وأن الله بجاههم يتقبل دعانا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويملي من السر ويعانا ولا يخيب رجانا ويقضي حاجاتنا كلها دنيوية والأخروية في أنفسنا وأهلنا وأولادنا وأحبابنا ومن أوصانا بالدعاء، ويحفظنا وإياكم من جميع الأمراض والأسقام والعالم، من جميع الأنواع البلايا، وأن الله يرزقنا أرزاقا كثيرة طيبة بدون تعب ولا مشقة، مع اللطف العافية والصحة والسلامة مع التوفيق والهداية، وأن الله يكتبنا وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار وتوالك الليل والنهار إلا طريقا يترك بخير، وأن الله يحفظ الإسلام والمسلمين ويدمر أعداء الدين ويصلح من في صلاح الإسلام المسلمين، ولا يهلكنا ويهلك من في هلاك صلاح الإسلام المسلمين، وأن الله يجمع كلمة المسلمين ويقوي شوكتهم ويؤلف بين قلوبهم ويصلح ذات بينهم، وأن الله يحفظ بلدتنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة من جميع الآفات والعهاد والعديات والبليات والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأن الله يرحم جمعنا هذا وينظر بعينه الرحيمة ويرزقنا حسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله ورضاه في خير ولطف وعافية وسلامة، ولا من واصل من الصالحين لحاله في مثل هذه المناسبة، ولا من حبيبنا علي بن محمد حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد واغفر وسامح من كان أذنب، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد واغفر وسامح من كان أذنب، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد واغفر وسامح من كان أذنب، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد وبلغ الكل كل مطلب، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد وسلك بنا ربي خير مذهب، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد أشرف بدر في الكون أشراق، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق، يا ربي صلي على محمد،
يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى منجيكا وأصداق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أشقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أشقى الأتقياء. السلام عليك أزكى الأتقياء. السلام عليك أصفى الأصفياء. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك أصفى الأصفياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أدخل الأتقياء. السلام.
السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك أين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام مضلل بالغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم
عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره الكسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا انقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالى، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترك في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا. وهو من فوق علمي ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز أن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور، فتبارك الله من إله كريم بشر ثناياته في الذكر الحكيم ببشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول، دعا داعي العناية فاستجابتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل، وبادرتم إلى الفضل الجزيل. إجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول، دعا داعي العناية فاستجابتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل، وبادرتم إلى الفضل الجزيل. وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول، نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول، بكم شرفا تضاعف بالنزول. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول، دعا داعي العناية فاستجابتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل، وبادرتم إلى الفضل الجزيل. ألا يا مرحبا
مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول، سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول، وكل الوافدين بكل سول. الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول، دعا داعي الإناية فاستجبتم وبادرتم إلى فضل الجزيل، وبادرتم إلى الفضل الجزيل على ما يرتدي ويحب منكم ويتحفكم بإحسان وطول، ويهديكم صراطا مستقيما، ويظهر فيكم سر الأصول، ويظهر فيكم سر الأصول. الفضل الجزيل وبادرتم إلى الفضل الجزيل على ما يرتدي ويحب منكم ويدحفكم بإحسان وطول، ويهديكم صراطا مستقيما، ويظهر فيكم سر الأصول، ويظهر فيكم سر الأصول. بشر الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول، دعا داعي الإناية فاستجابتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل، وبادرتم إلى الفضل الجزيل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإتيان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد، وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله، والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا، فما أعظم من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة
من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صلي وسلم بعجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه فينبسط في قلبي نور سر تعلقي به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال شرف العسل بودي وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم. وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة من نعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاو لوصف الكمال المتلق والحسن التام والزين فتنكل ذلك الجمال الميمون في الأرض في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلى وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنكل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قدت الأقدار الأزلية بما قدت وأطهرت من سر هذا النور ما أطهرت فيما أنصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في العلام علام الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراجم لهذه الحروف بأن يرجم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف وإن كانت الألسن لا تفي بأشر مئشار أوصاف ذلك موصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين ترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير العنام ولكن هزاني إلى تدويني ما حفظته من سيار أشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضله الذي أما العالمين وبقيت راياته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داء التعلق بهذه الحضرة الكارمة ولا إجد تشوق إلى سماء أوصافها العادمة Allahu Akbar. Amin.
أمتي هذا النبي شافي فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافي فيدخلني في شفاعة ربي النعيم. اللهم على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله 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 رب فاجعلنا من الأخيار. الله 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 فاجعلنا من الأخيار. سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار. رب فاجعلنا من الأخيار. الله 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 بجاه المصطفى المختار. رب فاجعلنا من الأخيار. الله 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 رب فاجعلنا من الأخيار. ومع الواس وذاتي وأوصافي وحالاتي ومن هدارة الأدوار. رب فاجعلنا من الأخيار. الله 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 فاجعلنا من الأخيار. حضرنا عندما غبنا وطلنا عندما طبنا ونلنا غاية الأوطار.
رب فاجعلنا من الأخيرين يا الله 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 رب فاجعلنا من الأخيار الدواعي الحق تدعو يحنونا ويزعجنا حنين الرب فاجعلنا من الأخيار الله 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 من الأخيار على الآثار قد سرنا وما أدروا به درنا نتبعهم على الآثار رب فاجعلنا من الأخيار الله 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 رب فاجعلنا ومن قطب الملل عطاس أبي بكر أخذت الكاس ولاحت لي به الأسرار رب فاجعلنا من الأخيار الله 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 رب فاجعلنا من الأخيار إمام القوم زكيهم وجامع كل ما فيهم على منهاجهم قد سار رب فاجعلنا من الأخيار الله 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 رب فاجعلنا من الأخيار مرتقى تمكين ما أراك ما لها تعيين ومنها حارة الأفكار رب فاجعلنا من الأخيار الله 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 الله
الخيار والو في المعرفة أعلى به قد نال ما قدرا من التخصيص والأنوار رب فاجعلنا من الأخيار الله 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 رب فاجعلنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حزن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع بهذه الزور فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفه مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اهتصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت أشياء بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة
وسونيا فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقالا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت برزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضد فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى البروج متشوقة إلى التقاء